تصدقون شنو صار فيها يا شباب؟ حرفيا اللي صار بي اشي مره مزري. طبعا اللي صار بي بكل اختصار انه اني كنت اعيش بيت اميرالد وذهب ودايمود وايرون، بس هسه يا شباب خلاص كل شي راح فلست وصار عندي بس هذا الصندوق وهذين الشغلات فقط. هذول الشغلات اللي صار عندي 11 حبه ايرون وثلاث حبات، اقصد 11 حبه فحم وثلاث حبات ايرون وستاك ديرت وتسع حبات خبز وستاك خشب و16 تورتشايه، واعيش فقط بهذا البيت الخشبي البسيط المتواضع. يا ساتر هاي شنو؟ واو او ماي جاد شباب، اكو بوابة ايرون ذهب دايموند اميرالد. او ماي جاد شباب، وين انا؟ اكو طريق الى البوابة الايرونية الاسطورية. طبعا اللي ما يعرف ليش اني فلست وصرت اعيش من بهذا البيت، طبعا مع الاسف شباب سويت لي مشروع وهذا المشروع ما نجح وفشل وفلوسي كلها انخسرتهن وبعت كل املاكي وممتلكاتي والبيوت مالتي، فصرت اعيش بهذا البيت المتواضع البسيط الصغيروني. شو نسوي شباب؟ الحمد لله والشكر على كل حال، ان شاء الله راح نكون نفسنا هسه من اول وجديد، ويمين بالله راح اروح هسه بما ان عندنا بوابه الايرون يعني اكو احتماليه كلش كبيره انه احنا راح نروح الى عالم الايرون. اذا رحنا لعالم الايرون يا شباب حرفيا ايش راح اسوي لي؟ راح اخذ لي استكن ايرون او استكن بلوكات ايرون، راح اخذ لي هواي شغلات. تمام هسه راح نخلينا كل الشغلات مالتنا هنا، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. اي شلون راح نصعد احنا هسه؟ يا الله دقيقه، راح نصعد لنا بالبلوكات، فثواني خلي نجيب لنا الديرتايات احنا هسه. فحرفيا شباب والله راح اخذ لي استكن بلوكات ايرون راح يحلون هواي مشاكل. اوكي فاعتقد شباب لازم نروح شوي يعني هسه نبدي نروح العالم. او ماي جاد اكو صندوق هنا، شنو اتوقع داخله؟ يا ساتر، اوكي دروع ايرون وسيف وشغلات وحبشكلات. او ماي جاد شباب، يلا هسه خلينا ندخل بوابه بعد 3 2 1 ليتس جو. يا ساتر يا ساتر، شوفوا هذا العالم الاسطوري الجبار مال الايرون. واو يا شباب والله العظيم فتشي كلش اسطوري. طيب دقيقه، شلون احنا راح نطلع من هذا العالم شباب؟ اوكي وقعنا بالماي ماكو مشكله. والله العظيم يا شباب هذا العالم الايروني جدا اسطوري. اي موت يا الزومبي، موت. اوكي اكو سكلتن هنا راح يقتلنا. انا اريد اطلع باليابسه. الله 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 الله، اهم زي قتلناه. موت يا الزومبي. اي قتلنا هذا الزومبي، خلصنا من عنده. والله العظيم يا شباب ما شاء الله، حرفيا هذا من اجمل العوالم اللي انا شفتن بحياتي يا شباب، العالم الايروني الاسطوري والله جدا رهيب، يعني اللون مالته كلش اسطوري. اي موت لك موت لك موت. شباب انا اريد كريبر ينفقع. او ماي جاد هواي كريبر موجودين بهذا المكان، خلاص خليه ينفقع عادي. الله 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 الله، ما وقعنا شوي بلوكات؟ اي وقعنا بلوكت ايرون، الله يعطيه العافيه. تعال تعال تعال، راح نحاول انه احنا نجمع لنا كميه زينه مال بلوك عن بلوكات عن طريق الكريبريه شباب. ليش؟ لان احنا ما عندنا بيكاكس، يعني ما موجوده بالصندوق بيكاكس، فليك لازم احنا نكون نخلي شو اسمه. او ماي جاد دقيقه شباب، لازم ناكلنا هاي الجولدن اي ابلاي. ابلع اوكي ابلع ابلع يا الورع، ابلع ابلع. موت كفو موتوا يا زومبيين وهذا عنده شافل، يا ريت انه يوقع لي هذا الشافل، مع الاسف ما وقع لي شافل. اوكي دقيقه شباب، لازم احنا هسه ندور لنا على كريباريه هوايه. ليش؟ حتى احنا يا شباب اوكي. الله 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 شباب اكل جولدن ابل. او ماي جاد شباب شوفوا ايش قد حصلنا بلوكت ايرون. ول 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 يا ساتر. الله 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 الله، خليه ينفقع. كفو. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، هواي كريبريه شباب، هواي سكيلتوني. اقصد دقيقه، اريد اخذ لي هذول. الله لا يوفقك الله لا يوفقك، اريد اخذ لي هسه هذول. اي ولك ايش جاي تسوون؟ ولك عفوني ولكم عفوني يا ورعين، عفوني. الله الله شباب، شنو هذا السكيلتونيه؟ حرفيا سكيلتونيه يضوجن يا شباب. تمام شباب، راح اسوي تجربه، اني عندي جداها هسه، راح اسوي تجربه احاول انه اني يعني ليش اني هسه. الله الله، خلينا نفجر هذا المكان شباب. شوف 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 هذا الخفاش. او ماي جاد، مات مكلم، مات وخلصنا من عدل. مواني اللي قتلتك. الله لا يوفقك الله يفرق. سبايدر، مو جاي سبايدر. اوكي قدرنا سبايدر. او ماي جاد هواي بلوكات، هلا والله بالعيال. او ماي جاد شباب حرفيا هذني البلوكات راح يفيدنا بشكل مو طبيعي. او ماي جاد شلون المكان؟
اكو مكان هنا جدا غريب يا شباب، لازم احنا نروح نكتشفه باي طريقه. بس خلي هذاني التي ان تيات ينفجرن. ليش؟ حتى احنا شباب نجمع لنا الايرونات. الله لا 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 شباب شنو صار؟ شنو صار؟ شنو صار؟ نريد ان بلوكات بلوكات ذيب. او ماي جاد او ماي جاد، لا 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 زومبيين زومبيين على كيف كيف. او ماي جاد شباب، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا الاندرمان، الله لا يوفقك شباب، راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. اوكي طقنا جولدن ابل، اريد تجمع لي كل هذول الايرونات. هاي منو هذا؟ وخر يا اندرمان يا غبي، وخر. الله لا يوفقك، وخر الله لا يوفقك يا الاندرمان. ناكلنا جولدن ابل زياده ونجمع لنا كل البلوكات مال الايرون. او ماي جاد شباب، حصلنا استاك بلوكات ايرون، فهي تعتبر كميه جدا كافيه حتى احنا نضمن انه احنا نقدر نسوي لنا اي شيء بالايرون. يعني خلاص صار عندنا كميه زينه كلش هواي مال الايرون. ف يا اخي وخر علي، وخر وخر. شنو هذا؟ شنو هذا؟ يا ساتر يا ساتر، راح يوقعوني راح يوقعوني. لا 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 لا, 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 لا. دقيقة لازم اروح لهذا المكان، اريد اكتشف شنو موجود داخل هذا المكان حرفيا شباب. بس قبل كل شيء خلينا نجمع لنا هذول البلوكات الايرون اللي موجودات بهذا المكان. ايوه اخر خفاش. اوكي شوف، او ماي جاد، استاك و45 بلوكة ايرون، حرفيا كمية جبارة، كمية خفو شاري. اي ولك زومبي، شوف شوف هذا الزومبي عنده بلوكة ايرون، والله لازم بيده بلوكة ايرون. يلا ماكو مشكلة شباب، هسه حصلنا استاك في 52 حابة ايرون، كمية كلش كلش كافية. تعال انت الفري، يلا كريبر انفقع بالعافية، انفقع يا اخي. شنو هالكريبر شباب؟ او ماي جاد، عندنا هنا مجموعة من الكريبرية زينة، بس هنا هذا المكان اريد اكتشفه، اريد اشوف شنو موجود داخله. يلا انفقع 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 انفقع، يلا. الله 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 الله. او ماي جاد شباب، كريبر واحد سوى انفجار هائل شباب حرفيا. بس موقعين هواي بلوكات، الله يعطيه العافيه هذا الكريبر، والله كلش حلو شباب. حصلنا استاكين بلوكات ايرون، خلاص هسه باقي استاكات اللي احنا او باقي البلوكات الايرون اللي احنا راح ناخذهم اليوم. تقريبا هسه صار عندنا 6 حبات، هذول ان شاء الله راح نبني بين بلوكات مثلا هيك نسوي بين، يعني نقدر انه احنا نصرفهم. فالحلو يعني يعتبر كلش حلو، طلعنا باستاكين. او ماي جاد، اكو قزاز بهذا المكان وشغلات اسطوريه حرفيا، ما جاي اعرف شنو هذا الشيء يا شباب. طيب اكو قزاز هنا، شنو 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 يعني معنى القزاز؟ واو والله جميل جدا شباب هذا القزاز، بس ما ادري شنو الفائده كلما ترز قزاز. اريد ادخل هذا المكان شباب، شنو رايكم هسه نفجر لنا هسه شويه؟ اي موت 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 موت، فجر لنا شوي تي ان تيات، بلكت من فجر لنا شوي تي ان تيات هسه مثلا نقدر نصعد احنا، يصير يمدينا. الله 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 الله، او ماي جاد شباب، بعد ما كنت انتيات زياده حرفيا ما اعرف يا شباب. دقيقه اجت لي فكره، ثواني صبروا لي شوي. الله 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 الله، اي 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 تهاوشون ويا بعض، انا شي لي علاقه بيكل، انا شي لي علاقه بيكل شباب. دقيقه خلينا نجمع لنا هسه كميه زينه مال تي ان تي كلش تمام، 8 حبات تي ان تي. هسه خلي نجرب نصعد لنا بهذن التي ان تيات اللي فوق. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. او ماي جاد شباب، راح نموت. بلعنا 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 بلعنا، لازم ننتبه لازم ننتبه، اريد اصعد لهذا المكان حرفيا. يا رب يا رب يا رب ما حد يقتلني، يا رب ما حد يقتلني، يا الله ما حد يجينا ويقتلنا. اوكي دقيقه اجيب الايرون زياده كلش تمام. حلو حلو حلو، صعدنا صعدنا شباب، صعدنا صعدنا. شوف وين راح نصير احنا، شوف نشوف 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 نشوف. يا ساترك حرفيا جدا متحمس انا. اوكي اوكي دخلنا، بس الاحظ انه اكو موجود صندوق، انفتح الصندوق. دايموند هورس ارمر، جولد هورس ارمر، 4 حبات ايرون وحب الدايموند. والله فتشي اسطوري يا شباب. او ماي جاد، والله طلعت هاي قلعه من صدق يا شباب يعني. او ماي جاد، بس اذا تلاحظون هسه احنا الجولدن ابل خلص من عندنا، فهي تعتبر ورطه جدا جدا كبيره، فماكو مشكله شباب. راح نشوف. الله 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 الله، شنو المكان شنو المكان اللي جوه؟ او ماي جاد، هذا المكان اذا راح نوقع بيه راح نتورط، فلازم احنا ننتبه كلش هواي. طيب او ماي جاد، اكو بليز بهذا المكان. خلاص شباب اعتقد هيك كافي شباب، خلينا طقنا جولدن ابل ويلا هسه خلينا نرجع البوابه ونرجع البيت مالتنا. هالمكان شكو بي، ماكو صندوق؟ هذا اعتقد احنا رحنا لا مكتشفينه لو 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 لا ما ادري، نسيت الصراحه احنا مكتشفينه لو ما مكتشفينه ما ادري. الله لا لا لا، ما مكتشفينه ما مكتشفينه. موت 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 سكلتن، موت 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 موت. اوكي قتلناه، يعني هذا بمن اكو بي. او ماي جاد، نذر وارد شباب، حلو هذا النذر وارد. راح يقدر يخلينا انه احنا نسوي لنا تعويذات وشغلات وحبشكلات، والله من زمان على النذر وارد. اوكي صندوق ثاني دا يحرسون هذا السكلتونيه، ولك موتوا موتوا يا سكلتونيه، موتوا 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 موتوا. اوكي قتلناهن، وهذا الصندوق بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي دايموند هورس ارمر واثنين سيوفه.
مالت ذهب. فيعني شغلات اسطورية احنا محصلين، يعني مو مرة واو بس يعني نوعا ما يعتبرا شغلات زينة يعني. فخلص شباب او ماي جاد شوفوا شنو موجود. دقيقة 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 يا شباب، او ماي جاد لو عندنا هسه، يا ساتر لو عندنا خشب. يلا ماكو مشكلة شباب، يلا هسه خلي ارجع للبيت مالتي. يلا كلش كلش حلو اوكي. يلا والله الصراحة كانت جولة جدا اسطورية بهذه العالم مال الايرون الاسطوري الخرافي، كلش كلش حلو والله العظيم. اني جدا جدا فرحان. واخرين زومبي بيلجر، الله 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 الله، فلوت وروب شباب. لازم نوصل الى شو اسمه، لازم نوصل للعالم مال اثنين البوابة على السريع على السريع على السريع. وي ونص قلب بقينا شباب، الله يستر. اوكي اوكي يا شباب، الحمد لله والشكر على كل حال، خلصنا تجميع كل شيء وخلصنا تجميع كل شيء. وهسه شباب جبنا ويانا استكين بلوكات ايرون، والله العظيم فتشي كلش كلش حلو شباب، الحمد لله والشكر على كل حال. حرفيا شباب ما توقعت انه انا راح احصل هيك كميه اسطوريه مال ايرون، الحمد لله والشكر. يلا شباب هسه بما احنا هسه كل شيء صاير نقدر ندخل كل بوابات، فيلا هسه شباب راح ننتقل للبوابه الثانيه اللي هي البوابة الذهبية ونشوف شكو داخلها. يلا يلا شباب ليتس جو ليتس جو ليتس جو، حرفيا فدشي من اروع ما يكون. اوكي خلي اروح من هذا المكان، كلش تمام. اوكي اكو صندوق هنا حلوين، اكو دروع مال ذهب وشغلات وجولدن ابل. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم راح ندخل هاي البوابة بعد 3 2 1 ليتس جو. اوكي اوكي يا شباب وصلنا الى عالم الذهب. واو والله العظيم هذا العالم جدا جدا اسطوري، نفس الشيء بهذا العالم اكو كانها قلعه جباره اسطوريه شباب. بس قبل كل شيء خلينا ناخذ لنا الدروع مالتنا مثل ما تشوفون. واو واو يا شباب قلعه اسطوريه. ثواني خلي نسوي لنا قارب حتى احنا يمدينا انه احنا وين نروح، يمدينا انه احنا نروح يا شباب لوين نروح لهذا المكان الجميل. اوكي خلي نروح بهذا القارب، يلا سريع سريع خلينا نوصل بهاي الطريقه، قربنا نوصل بهذا القارب الجميل. او ماي جاد شباب حرفيا فتشي كلش كلش حلو، والله العظيم ابراج كلش كلش اسطوري يا شباب. ثواني خلي نكسر نصعد اللي فوق وبعدين نكسر. اوكي عندنا 49 خشبايه، نروح نكتشف هيك على السريع شباب شوف شاكو موجود، حتى احنا نحصل لنا شوي لوت جميل او نحصل لنا فد شغلات جميله وبالتالي احنا نقدر نطلع. الحمد لله والشكر على كل حال، هاي المره عندنا بكاكس فتعتبر يعتبر شيء مره حلو. الله 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 يفرق. لا كم اون مان، او ماي جاد شباب مع الاسف متنا متنا حرفيا شباب مع الاسف، والله ما توقعت انه انا راح اموت. بس يلا الحمد لله والشكر على كل حال، الحمد لله والشكر على كل حال، الحمد لله والشكر على كل حال، افضل من لا شيء. اوكي دقيقه هسه خلينا نستغل الوقت ومكان ما احنا سنرجع البيت مالتنا بما احنا متنا، خلينا نجي لهنا وفتحنا هذا الصندوق وندخل الى بوابه الدايموند. خلاص راح نلبس لنا الدروع ويلا بسم الله الرحمن الرحيم راح ندخل بوابه الدايموند بعد 3 2 1 ليتس جو. اوكي اوكي شباب فشلنا بالعالم الذهبي بس العالم الدايموندي ان شاء الله ما راح نفشل وان شاء الله راح نطلع بشيء جدا جدا اسطوري. فناخذ لنا كالعاده الشغلات مالتنا الاسطوريه. واو يا العالم الدايموند شباب، حرفيا عالم الدايموند من افضل العوالم اللي اني شفتها بحياتي، ولكن موجوده هوايه وحوش. شوفوا شباب شوفوا هذا المكان ايش قد بيه وحوش، يا ساتر والله العظيم شباب لازم انه انا نخاطر شوي. بس اذا تلاحظون ما عندي اكل، اني شباب نسي ما عطانا ماكو بالصندوق ذاك اللي يم البوابه شباب اكل. هسه شلون ورطه هاي، افلت 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 يا ساتر. ول 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 او ماي جاد شباب شو نسوي شو نسوي، خلنا نصعد لنا بعدين البلوكات الجميله، نصعد وشوفوا الكميه مال الكريبريه. احنا نريد نكتشف هذا العالم ونشوف اذا موجود اكو صناديق هيجي شغلات اسطوريه وبهذا العالم، فلازم كل شيء نكتشف احنا شباب. اي بالضبط. اوكي اوكي شباب شوف وين صرنا، او ماي جاد شباب اكو هنا سبونر مال بليز. واو شوف المكان اسطوري حرفيا يا شباب. اخر اوكي دقيقة ناكل لنا جولدن ابل، طبعا لقيتهن لقيتهن بمكان جدا سري، ماجما ماجما هذني الماجما ما نريدهن. الله 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 موتوا 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 موتوا، والله لا يوفقكن لك موتوا كلكم تموتون. الله الله راح نموت شباب راح نموت راح نموت، لازم نهيل 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 لك. موت موت انت موت موت انت وياه موت، حتى انت الزومبي بيجمان موت. لا تبقى بطريقي لا تبقى بطريقي، اريد افتح الصناديق ارجوكم ارجوكم يا بليز ارجوكم. موتوا موتوا كل البليزات يموتون يموتوا البليزات. ويلا نفتح الصندوق نشوف شاكو داخله بعد 3 2 1 وصادل شغلات يعني نوعا ما تافهه فما اريده. طيب خليني اجرب نصعد لهذا المكان نشوف شاكو داخله وصندوق ثاني.
صندوق ثاني شباب. اوكي دايموند هورس وصدل ثاني. طبعا الصدل جدا جدا نادر شباب، اللي ما يدري يعني حرفيا انه دوره مال الصدر عبالكم بلوكة ايميرالد، حرفيا شباب جدا نادر. انزين شاكو بهذا المكان كل شيء ماكو، فخلي نصعد لنا لهذا الاتجاه نشوف شنو موجود. اوه ما نقدر نصعد. الله 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 السكلتانيه ما اريد بهيك مواقف، هيك مواقف ما اريد سكلتانيه. واخر ولك ابلع ابلع تبلع تبلع يعني تبلع تبلع. الله 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 موت. بلعوا بلعوا كلكم تبلعون. اوكي صندوق ثالث، لا هذا صندوق ثاني اصلا احنا فتحناه. وتعالوا موتوا. خلاص شباب بعتقد ماكو شغلات اسطوريه قد ما اكو شغلات جباره بهذا المكان، فخلاص راح نجمع لنا احنا كميه زينه مال بلوكات. اي لك زومبي وخر وخر. الله 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 لك شنو صاير؟ فجرنا ابو المنطقه، فجرنا ابو المنطقة. على الاقل لازم نحصل لنا شوي بلوكات دايموند، يعني نحصل لنا ساق بلوكات دايموند ونطلع على طول. خلاص بعد ما قريت احنا نقعد اكثر من كذا بهذا المكان الجميل. فحرفيا شباب متحمس كلش هواي، حتى اريد اشوف شنو موجود داخل الكوكب مال الاميرالد، لان حرفيا ولا مرة في حياتي زايرة. طبعا هذا شفته هذا العالم مال الدايموند، يعني شفته بكم مجلة وبكم مجلة ماينكرافتية، يعني اشوف عوالم دايموندية عادي، بس العالم الاميرالدي حرفيا يا شباب اول مرة راح نزوره. اوكي محصلين احنا هسه 51 بلوك دايموند، بقينا قليل حتى احنا نقدر نحصل لنا ستاك بلوكات دايموند ونطلع ان شاء الله بستاك بلوكات دايموند. طيب باقي هنا شوي حبات تي ان تي، ماكو مشكلة شباب خليني نفجر لنا شوي تي ان تي. افلت 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 افلت. اوكي يا رب ما نموت يا رب ما نموت. اوكي كل شيء ما صار. اوكي هسه اعتقد راح نجمع لنا الدايموندات اللي احنا لازم نجمعها. ف 58 حبه زين زين، 58 59 اوكي 60 61، باقي 3 حبات شباب. او ماي جاد دقيقه شباب، 3 حبات لازم احنا نفجر لنا شو اسمه تي ان تيات زياده، بس هذول تي ان تيات لنا الثنيان، وبالتالي شباب خلاص. اوكي تعال الدايموند الثنيان ثلاث. اوكي ستاك بلوكات دايموند شباب حصلنا مثل ما تشوفون، ويلا الله 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 الله. يلا نرجع للبوابه على السريع، لازم على السريع على السريع نرجع البوابه. خلاص شباب نرجع البوابه وارجع لكم. بس قبل كل شيء خلي نجرب نفجر لنا هذا المكان، خلي ينفجر هذا العالم الدايموند، خلي ينفجر ما نريد احنا. الله 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 الموت موت بعد احسن شباب بعد احسن، حتى هذني الوحوش اللورعين يموتون شباب، نخلص من عدين. تعال خلي يفجر هذا كله، يفجر كله شكو تي ان تي راح الاقيه، خلي نفجره. هاي موتوا موتوا كفو 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 كفو. يلا شباب بس خلينا نرجع البيت مالتنا اول مره بس. او ماي جاد شوفوا التي ان تي ما احلى، هذا اللي بالسقف شباب حرفيا اللي بالجدار هذا جدا جدا جميل احسه يعني. اي علقت 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 يا ساتر يا ساتر. او ماي جاد شباب يلا هسه خلينا نرجع للبيت مالتنا اول مره. اوكي 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 شباب حلو حلو حلو، رجعنا وصلنا وصلنا وصلنا، وشوفوا شنو جايبين ويانا شباب. حرفيا الشغلات اللي انا جايبين وياي كلش اسطوريات، ستاك بلوكات دايموند وصادل وشغلات وحبشكلات، والله العظيم فتشي كلش كلش حلو يا شباب، حرفيا جدا متحمس. هسه انا جدا متحمس حتى اروح لوين، اروح لهذه البوابه مال الاميرالد ونشوف شاكو داخلها شباب. ان شاء الله ان شاء الله راح يطلع الشغلات اللي موجوده هناك كلش كلش اسطوريه. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم شباب، باركور نسوي لنا باركور اسطوري، وخلينا هسه خشب باي طريقه ونكمل الباركور. حلو او عندنا همنا صندوق بشغلات اسطوريه وناتش ابلع بشكلات والله رهيب. يلا خلينا نشبر لنا هذول الدروع بما ان احنا ما نحتاج لهم، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل على طول. او ماي جاد شباب واو، حرفيا من افضل واروع الاشكال اللي شفتاني بحياتي شباب. اللون الاخضر جدا اسطوري حرفيا يا شباب. واو 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 يا شكل الجبار مال الاميرالد شباب. هاي شنو يا الاميرالد؟ شنو هاي البلوكات اسفنج؟ اوه ماي جاد شباب اكو نوتش ابل عندنا، يعني خلاص وداعا للموت حرفيا ما راح نقدر نموت خلاص. اوكي موتوا 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 يا ورعين موتوا. اوه ماي جاد شباب دقيقة دقيقة، طبعا اني جايب وياي شغلة كلش اسطورية، طبعا جايب وياي دايموند وجايب وياي جداحة كالعادة. فالهدف مال اللجوء لهذا المكان او ليش انا اجيت لهذا المكان، يعني كل الناس تعرف لهاي الشغلة، حتى احنا شو نسوي حتى نجمع لنا ستاك بلوكات اميرالد ونطلع على طول، هذا هو الهدف مالتني. اوكي جمع الاميرالد. اوكي حصلنا 4 بلوكات لحد هسه، كمية زينة 11 بلوك بلمح البصر، فاهم زين شباب. حرفيا اكو تي ان تي، يعني لو ما كان اكو تي ان تي
كنا ما نقدر إنه إحنا نجمع لنا البلوكات، يعني راح نبقى نكسر وراح ناكل هواي وقت، فماكو مشكلة شباب. دقيقة خلينا نساعد لنا شوي بلوكات، يعني هي حبتين حبة واحدة مالتي أنتي راح تقدر. أي أوكي لا 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 جداحة 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 جداحة. أوه ماي جاد شباب، كنا راح نروح بيها حرفيا، كنا راح نموت. أوكي خلنا ناخذ لنا جداحة ثواني. هم زين اخذناها حرفيا شباب. دقيقة خلي ننتقل لغير مكان، شوف لنا فد مكان ثاني شي بيكون تي تي حتى احنا ما نبقى هيك نتورط ون يعني شلون اقول لكم يعني. خلاص اظني خليني نقول اني مفلشوا هروب هروب. 26 بلوكت بلوكت ايميرالد شباب. هاي المشكلة شباب، المشكلة انه اول ما نكسر احنا او اول ما نفجر بالتي ان تي فعادي ما نموت، عادي ما نموت، احنا مستحيل انه نموت، بس والله كنا راح نموت بس. الحمد لله وشكر على كل حال. عندنا نوتش ابل او الجولدن ابل المطورة، ونفس الشيء بهذا المكان ما راح نموت، بس اهم شيء لازم انه احنا نهيل كالعادة مثل ما كل مرة. وذني زومبيين زعطوطين هنا بس اني ما راح اهتم بيهن، راح انفجر لنا هذا المكان. حتى الهدف مالتنا انه احنا نجمع لنا شنو الهدف مالتنا، انه احنا نجمع لنا ستاك بلوكات ايميرالد ونطلع على طول شباب، وبعلى ما احنا نبقى نضيع وقتنا بهذا المكان الجميل الاسطوري الخرافي اللي ما في احسن من عده، اللي اني حرفيا اول مره اشوف لي هيك مكان اسطوري خنفشاري جبار جبار يا شباب جبار جبار. دقيقة 55 بلوكت ايميرالد، باقي تقريبا بالست سبع حبات تقريبا، يعني تقريبا مو ضبط يعني ست سبع حبات، بس حوالي ستة سبعة بلوكات كلش تمام. فاعتقد هذا اخر مكان احنا هسه راح نفلش لنا بيه تي ان تي. اوكي نبتعد شويتين. اوكي شباب كلش تمام كلش حلو. اوكي يلا شباب هسه ايش راح نسوي؟ حصلنا ستاك بلوكات ايميرالد، راح اشمر لي كل الشغلات مالتي ما احتاج لي هذول الدايمود والدروع وكل شيء، وراح اروح لي بس بستاك بلوكات ايميرالد. يلا شباب نرجع للبيت مالتنا ليتس جو. اوكي شباب اوكي شباب ليتس جو شباب، حصلنا ستاك بلوكات داي ايميرالد شباب الحمد لله وشكر على كل حال. فوالله العظيم انا اليوم جدا جدا متحمس، حتى يعني حرفيا اليوم اني حرفيا رجعت غني ورجعت شلون ما كنت، رجعت غني الحمد لله وشكر على كل حال شباب. فخلاص شباب لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم هذا الفيديو مال البوابات الاسطوريات، البوابه الايرون، بوابه الذهب، بوابه الدايموند، بوابه الايميرالد. فاذا عجبكم هذا المقطع لا تنسون الضغط ولايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتابعوني على الانستغرام والفيسبوك والقناه الثانيه، كل الروابط راح تلاقونها تحت بالوصف. وبس مع السلامه، اكلوا تفاح اخذوا تفاح، اللي يحب التفاح خليه يضغط لايك. باي باي.